ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا زالت سكنة مدينة أصيلة تشتكي من الأوضاع الصحية المتدهورة التي يعيشها المركز الاستشفائي الوحيد الكائن بها، إذ احتج المرضى من جديد ضد غياب الأطر الطبية والإهمال التي يتعرض له المرضى في الوقت الذي كان من المفروض أن تتحرك فيه وزارة الصحة للقيام بالمتعين عليها. ووفق شريط فيديو جديد، أعرب مجموعة من المرضى وذويهم ممن ينتظرون أطباء أشباح من أجل حق دستوري يتمثل في التطبيب والتمريض عن استيائهم من استمرار الوضع على ما هو عليه، مبرزين أنه تم الاتصال بالشرطة التي حضرت لعين المكان وتبت غيابا قاطعا لأي طبيب في المستشفى. وأكد شخص أظهرت عدسة الكاميرا التي صورت الفيديو أن المستعجلات الوحيد في المدينة يفتقر للأطباء، في الوقت الذي أصدر فيه مندوب الصحة الإقليمي بجهة طنجة بيانا يفيد بكون المستشفى به مختلف الأطباء الاختصاصيين، فأين هؤلاء الأطباء؟ واعتبر شخص آخر أن الوضع هو بمثابة استهتار بصحة وأرواح المرضى المغلوبين على أمرهم، فيما قالت سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة إنها مريضة بالسكر وتخشى أن يغمى عليها بسبب غياب الأطباء. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم تصوير فيها فيديو يظهر غياب الأطر الطبية بمستشفى أصيلة، إذ سبق أن تم نشر فيديو سابق يظهر المستشفى خاليا من الأطباء إلا من المرضى وأنينهم الذي لم يسمع له صوت لحد الساعة. فكيف يعقل أن يتم تجاهل هذا الوضع الذي ينذر بعواقب قد تكون لها آثار وخيمة في المستقبل؟ ويأتي هذا الفيديو تزامنا مع صدور مذكرة وزير الصحة خالد أيت طالب أمس الخميس، حيث حتى فيها على ضرورة التكفل بالحالات الاستعجالية قبل المطالبة بأداء مصاريف العلاج عملا بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمستشفيات. والحال هنا أين هم الأطباء حتى يتكفلوا بعلاج المرضى قبل تأدية المصاريف؟ السلام عليكم. اليوم 28/11/2019، ما كاينش طبيب في مستشفى أصيلة. اتصلوا بنا الناس، قال لك اودي راه الطبيب ما كاينش، طلع هنا وعاينا المحاضرة. الآن الضابط هو داخل كيعمل المعاينة ديالو. مشينا للكوميسارية وجبنا البوليس يثبتوا الحالة بأن ما كاينش طبيب. ما كاينش طبيب مستشفى أصيلة، مستعجلات ها، في المستعجلات، صور المستعجلات أخي، مستعجلات دازايلة. الطبيب الرئيسي، هذا البيرو ديال الطبيب الرئيسي، هو هذا الطبيب الرئيسي كما كتلاحظوا. أنا سيدة فيها السكر، تدخل غيبوبة ها، ما دخلت غيبوبة، شكون غيديني حتى طنجة، شكون غيسيليني؟ صرفوا كامل بين العمليات، خليني نعمل لنا واحد الحل. اليوم مستعجلات خاوية، مستعجلات أسيد هاز ولدها، أسيد هاز ولدها، هاي هاي ولدها ولا بنتها ولا هي ملوك. صبروا هادو يصبروا. بزاف الله يا اخي، هذا استهتار الواحد المواعيد اللي عطاه، هذا قمة ديال الاستهتار، قمة الاستهتار. المندوب ديال طنجة خرج بيان، قال لهم كاين كلشي اختصاصات في الطبيب هذا. الأطباء ما كاينينش. ما فين هما؟ فين هما الاختصاصات؟ فين هما هاد الناس هادو؟ فين هو؟ واش الروح ما كتسوى عند والو عندو؟ بنادم ما كيسوى والو، حتى نهار الدرجة. هذا ما المستعجلات ها الناس فريطة، الله يا أخي، الله يا أخي، طيف أصاحبي طيف بزاف هادشي هذا، والله إلا بزاف. هذا استهتار أرواح المواطنين، ما كيسوى والو المغربي يموت. فالأطفال أطفال هو راضي أصاحبي، الله يا أخا الله يا أخا، الله لك يا وارث منه. صافي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما عندنا ما نعملو في هذه المدينة هذه، لا طبيب لا والو. عاد المندوب قال لك طبيب عمر مجموعة اختصاصيين، وكاين 8 طبات اختصاصيين، فين هما الطبات الاختصاصيين؟ فين هاد المداومة؟ ما كاين حتى شي حاجة. هودنا الكوميسارية، جبنا البوليس باش يثبتوا الحاجة الحالة. احنا في وسط السبيطار، إلا كاين شي طبيب يخرجوا لنا هاد المندوب اللي كيقول هاد المندوب، غنتابعوه قضائيا وغنرفعوا دعوة ضده
بصفته هو الممثل ديال الصحه فازايله، خصنا الطبيب. مجموعه الحالات كاينين هنايا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم الاخوان، لاباس بخير. كما لاحظتوا حنا دابا على المباشر من المستشفى المحلي الاصيله. مؤخرا صورنا واحد الفيديو قال لك سيدي الممدوح خرج تصريح، قال لك بان ذاك الفيديو تصور في واحد الجناح غير المستعجلات، وبان حنا كنكذبوا، وان حنا مجرد. نشكركم على حسن المتابعه قناه ماروك اخبار يوميه.